نواكشوط، حيث نظمت مؤخرا دار الصانع الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية. روقة هذا المعرض تضمنت نماذج مختلفة من المنتوجات التقليدية وتشمل جميع الحرف والمشغولات اليدوية التي تعكس أصالة وتقاليد المناطق المغربية المختلفة، ومن بينها الزربية السباعية والتي لاقت إقبالا من طرف زوار المعرض. عياد سرتي والروبورتاج. المعرض المغربي بنواكشوط تختلف منتوجاته باختلاف تقاليد وأعراف مناطق المغرب. الزربية السباعية واحدة من المعروضات المتميزة التي حظيت باهتمام الموريتانيين. الصناعة المغربية أحسن فيه السباعيات، مزيانين يعملوهم مزيان بطريقة كويسة، منتوجات زينين زينين راقيين، يعني نعتوا على أن المغرب دولة ناضجة وجميلة. الحرف المغربية تعطيك انطباع فأنت تعجب عندما تشاهد الصنعة، فلا شك بأنك هناك تعطيك هذه الحرفة نبذة عن بنان الذي شادها، سواء كان ذلك في الزربية المغربية أو كان ذلك أيضا في الخط المعروف بكل أبعاد هذه الحرف. الزربية السباعية سميت كذلك نسبة لقبائل بني سباع بمنطقة شيشاوة، تتميز باللون الأحمر الداكن وبزخرفتها المستوحاة من الطبيعة. معروفة أنها بواحد كتمتاز باللون الأحمر وجوانب سوداء، وما كتخضعش لهذاك الإطار الإطار اللي كيكون كتكون لابسونس كادراج لابسونس لاسيميتري، عندها ما كتخضعش ليه، يعني الزربية السباعية كأنها لوحة فنية. هي تظاهرة تجارية وثقافية بامتياز مكنت الزائر الموريتاني من الوقوف على الصناعة التقليدية المغربية.